انا عروه العروان من بلدة تح، عمري 10 سنين من عمر الثورة. انا هلا ما بعرف اشي الثورة، اهلي عم يقولوا انه انا من عمر الثورة، وهلا انا ما بعرف اشي الثورة، بعرف شوي شوي اشي الثورة. أنا الشيء اللي عشته بالثورة إنه أمي توفت من القصف، والنظام هد دارنا وهد البيوت وهد المشافي وهد المدارس، وهلا هو أخذ دارنا وما الضيعة ما بخلي حدا يرجع الضيعة. نحن كل ما بتجي الطيارة نخاف، قال بالمدرسة بيقولوا إنه الطيارة قال الحين العالم بتسافر فيها، بقى أنا كل ما بشوف الطيارة بتخبي بعرف إنه بدها تضرب تقصف. علوان خلق بتاريخ الثورة بالربيع 2011. بصراحة يعني علوان ما شاف من طفولته يعني شيء بمعنى الطفولي. لما وعي علوان صار عمره سنة أو سنة ونص، يعني استفاق على أصوات القصف والنزوح. علوان يعني والجيل اللي بعمر علوان ما شافوا شيء من طفولتهم غير القصف والنزوح والهروب من تحت القذائف. كانت في مدرسة حد بيتنا يعني بشكل مستمر تنقصف. علوان يعني عانى بطفولته من الملجأ، لأنه أكثر ليلات انباتها بالملاجئ. تحت فوق يمين فوق